ننتقل إلى موضوع كابتن شريف إكرامي وبيانه المحترم المقتضب اللي قاله وحرك المياه الراكدة. شريف إكرامي أنا بقالي فترة بقول الرباعي هيجددوله وليد سليمان أحمد فتحي شريف إكرامي حسام عاشور. في كلام إن حسام عاشور قالوا له سنة تجدد سنة مثلا 3 مليون أو 4 مليون بس أنت بتبقى عارف إنك مش هتلعب وكذا كذا. في كلام على شريف إكرامي إنه عرضوا عليه 4 مليون برضه. في كلام انه عرضوا على احمد فتحي 6 مليون ووليد سليمان 7 مليون. كل ده كلام لكن تيجي تقول له بس كلام مش قاعده رسميه شريف اكرامي اظهر هو بالحقيقه كده يعني في رايي الشخصي يعني. انه شخص عنده كرامه وعزه نفس جبار. ساعه ما لقى شريف قيد مصطفى شوبير أدرك بثقافته ووعيه إن كده يبقى هو ملوش دور بعد كده في الفرقة وأن قيد مصطفى شوبير يعني سيكون على حساب شريف إكرام. شريف إكرام 36 سنة قدامه في الملاعب مش أقل من 6 و 8 سنين يلعب ل 44 و 42 سنة يلعب فين؟ يلعب في بيراميدز اللي بيفاوضه دلوقتي ممدوح عيد قال له تيجي معانا بيراميدز والجونة قال له عاوزينك معانا. وشريف إكرامي حارس عملاق وكبير وبيمتلك قدرات فنية عالية وعنده قدرة على العطاء لعدد من السنوات. ممكن ما يبقاش في الأهلي، ممكن يبقى في بيراميدز، ممكن يبقى في دجلة، لكنه عنده القدرة على العطاء. طب في الأهلي محمد الشناوي ما ينفعش يقعد. محمد الشناوي طالما سليم هو حارس مصر الأول وهو الأكثر إبداعا وتألقا وحكاية ورواية، فما ينفعش يقعد. فتعمل إيه؟ شريف حسها مع قيد مصطفى شوبير. طيب النهارده بقى شغاله الناس على حائط المبكى، حائط مبكى شريف اكرام، كل عمال اقناع فلان يتدخل لاقناع شريف اكرام بالتراجع، فلان يتدخل اللي مش عارف ايه، كابتن اكرامي نفسه احد زملائنا فريق الاعداد بيكلمه قال له لا والله ما اعرف انا فوجئت بالقرار، وهذا يدل على استقلاليه شريف اكرام وقدرته على اتخاذ قرارات. وشريف اكرامي عقليه اداريه منظمه تتفق تختلف معاه على مستوى الفني لكنه عقليه ودماغ زيه زي متعب زي حسام غالي من الناس اللي دماغها العاليه متعب وغالي وشريف اكرام والثلاثه دول ممكن يكون لهم دور كبير جدا في اداره النادي الاهلي في السنوات المقبله لان واحد من عقليات منظمه ومرتبه. طيب كابتن اكرامي قال انه ما عرفش بالقرار وفوجئ بيه. اتنين قال انه لن يلعب للزمالك تحت اي ظرف من الظروف. اذا كنا احنا ما قلنا لرمضان صبحي مش هيلعب للزمالك مهما كانت الاغراءات. احنا شريف اكرام هيروح؟ قال لي لا مش هيروح. والجزئيه الثانيه قال لزميلنا فريق الاعداد ايضا ان معنى عدم لعب شريف اكرامي الخطيب بريء من اي محاولات لان هو للتدخل في هذا الامر. بعض المواقع بدات تكتب وتقول لك الحكايه والروايه مش عارف ايه وكلام. لا قال لك ليس له اي علاقه بهذا الامر وما فيش حاجه اسمها تصفيه حسابات وانا كنت في الانتخابات مع الخطيب والكلام اللي بيتقال عن تصفيه الحسابات كلام لا اساس له من الصحه بالمره. طيب حتى دلوقتي المواقع شوبير يتدخل لاقناع شريف اكرامي بالتراجع عن الرحيل. لا 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 أنا مع إن شريف إكرامي ياخد قراره وفقا لرؤيته. عاوزه تلعبه لكن أنت إنك قاعد محنطه على الكرسي سيبه ياخد فرصته في حتة تانية. طب ما أنت النادي الأهلي برضه من أسباب القرار اللي خده شريف إكرامي تنامي الحديث عن التفاوض مع أحمد الشناوي وأنا قلت الكلام ده من زمان قلت أحمد الشناوي يعرض نفسه على الأهلي وإن أحمد يحيى وكيله فتح هذا الملف مع المسؤولين في الأهلي. ومن فترة قلت إن النادي الأهلي هيدخل في مفاوضات مع أحمد الشناوي ويوافق على انضمام. وقلت إن علي لطفي ممكن يمشي ويقعد شريف إكرامي أو شريف إكرامي ممكن يمشي ويقعد ويمشي على لطفي كمان ويبقى يجي أحمد الشناوي ومعاه مصطفى شوبير. كل ده وارد. اللي يقول لك بقى إن فايلر يعني قطع هدومه عشان شريف إكرامي يتراجع قول له كذاب. ليه كذاب؟ أنا صريح معاكم والله، أنا صريح معاكم ما بحبش لف الدوران. بحب ان انا يعني ابقى ماشي كده دغري لان هو لو بيموت في شريف اكرامي وعارف ان هو الحارس الثاني عنده كان لعب. هو قال لك انا عاوز علي لطفي وعاوز مصطفى شوبير يبقى هو اشتراكه لمصطفى شوبير
يبقى في حد هيطير يا شريف اكرامي يا علي لطفي. لما تيجي بالمنطق والعقل واحساس كابتن شريف اكرامي هيقول لك انا الكبر السن، وهيتعرض لضغوط رهيبه من جماهير ومسؤول الاهلي، وكل الدنيا هتقعد تقول لك ايه ده مجامله، ده عشان ابوه، ده عشان كده. انه ياخد القرار بالشجاعه دي ومن تلقاء نفسه وبعد التاهل الى الدور ربع النهائي يؤكد ان هو بيشتغل لمصلحه الاهلي. انا بقول لكم سلام عليكم. عاوزيني بقى ده موضوع تاني، عاوزيني ده موضوع تاني، تقولوا لي والنبي يا شريف ارجع في كلامك وخليك معانا، ده موضوع تاني. فالفكره مش فكره ان انا اقعد اقول ايه لا وشريف وبتاع وما تمشيش وهنعيط وهنموت ونقطع هدومنا، كل الكلام ده انا مش معاه، ومع ان كابتن شريف اكرامي ياخد القرار وفقا لرؤيته، وفقا لرؤيته. وهو شريف اكرامي قدامه في الملاعب مش اقل من 6 او 7 او 8 سنين، 36 سنه يلعب ل 44 وهو مستريح، لانه من الناس اللي بتحافظ على نفسه، بينامه بدري، جسمه بسم الله ما شاء الله يعني تكوينه كده. فيلعب في فرق زي بيراميدز ويلعب اساس، يلعب في الجونه ويلعب اساس، مع عندنا محمد عمونص مع الحضري. فانت ما تظلموش بالقعده عندك. محمد يا مختار خلص البقى يا محمد، في اما تخلص البقى عليا يا محمد، هتلاقي حد احسن مني يا محمد خلص عليه البقى، مش احسن من تخلصها على الراجل العبيط الاهبل. ايه يعني يا محمد خلصت الباقة؟ ما انت في الفلوس على قلبك قد كده. ايه يا محمد؟ عمال يقول لي خلصت الباقة، خلصت الباقة، ايه يعني؟ ما الباقة بتاعتنا هي النت كل شوية جايبين كذا وعمال يقطع، والراجل بتاع اسمه صاحبنا ده حسين ابو السعود قال لي هنعمل وهنسوي واختفى، ولا عمل ولا سوى. شكلها ما يروح لإحدى شركات الاتصالات الخارجية مش المصرية، كل النت عنده تعبان. طيب ده بالنسبة لكابتن شريف إكرامي اللي بيعد من الشخصيات المحترمة جدا جدا جدا، أنا بحيي لشجاعته ولتوقيت القرار، والبيان مكتوب بحرفية عالية جدا جدا جدا. نيجي بقى لتجديد الرباعي، أنا إحساسي إن عاشور هيعتزل واحمد فتحي هيبقى اخره مع الاهلي 6 او 7 مليون، هو وليد سليمان. وليد سليمان في تمسك كبير جدا 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 بيه هو احمد فتحي. اظن ان كده الارض بتتمهد، لكن احمد فتحي هم متضايقين من صداع الفلوس. واحمد فتحي عنده عرض في ايده من الوصل الاماراتي. مش هقول لكم نادي اماراتي من الوصل الاماراتي. وكلام مع العين الاماراتي. وكلام مع احد الاصدقاء المحترمين المقرب من اداره اهلي جده. انا عارف اللي انا بقوله، وكان عنده في النادي قريب وبيزور، كان عنده في النادي قريب وبيزور، لكن الصداقه بينهم قويه. لكن بقى ايه اللي يحصل وايه اللي يجرى ده بتاع ربك يا حبيب، هنشوف بقى ربك هيقسم بايه. لكن بالنسبه لوليد سليمان مكمل مع النادي الاهلي وهيجدد باذن الله موسمين. كده قلنا موضوع شريف اكرامي واحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحائط المبكى اللي عامله البعض. رمضان صبحي لن يلعب مباراه بيراميدز الخميس القادم. قال لك عملوا اشعه تاني النهارده يشوف العضله الخلفيه التأمت بنسبه 100% ولا لا؟ التأمت بنسبة 100% ولا لا؟ العضلة الخلفية لكابتن رمضان صبحي، ما اعرفش يا رمضان دي خلفية يا رمضان، ما كنت طلعت بدل ما تتمزق وتغيب الغياب الطويل ده والتأثير الكبير ده على النادي الأهلي. جونيور أجاي نزلة برد، أحمد فتحي الدواء في الكاحل، صالح جمعة يعني ما يتعدلش أبدا. غاب النهاردة عن التدريبات وما تعرفش ليه، ووجع قلب وحكاية بالشكل ده. الأهلي داخل في مفاوضات وبيتابع بقوة لعيب اسمه محمد شحاتة مدافع طلاع الجيش، هو وأسامة جلال، وقد يكون أحدهما في النادي الأهلي نهاية الموسم. مستر فايلر عمل قعدة مع محمود عبد المنعم كهربا وطالبوا بالتركيز في إنهاء الفرص. أهلا بك يا محمود يا مختار، أهلا بيك. خلص البقى يا محمود، عارفش أنت علقت معايا ليه يا محمود النهاردة. بوسة يا عم، سكر أحمد، سكر أحمد، خدت البوسه يا سكر؟ ماشي.
فقال له انت مش نمشي وليد ازارو عشان بيضيع فرص، تجي ان انت تضيع فرص، ركز الله يكرمك، ركز الله يكرمك. فيبقى في دروس تخصصيه وتدريبات تخصصيه برايفت كده يدفع عملها فلوس كهرباء على موضوع التركيز في انهاء الهجمات. طيب قبل ما امشي من النادي الاهلي